بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. شوف العقلية، عقلية تاع لا عقل، مونتاليتي كونتر ريزون، ان موك دو ريزونمون سي اون دي كاركتيرستيك دو ليتا دي زراب افون la révélation du Coran. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ولا زاد كذبة أخرى. وجاية من تحت، يعني إبليس يخدم كيما يحب ضد الكرب، بعد على شبه الكرب، لأن الشيطان هو ربهم. وقت اللي ربي قال اتخذ وعده وعده مبين، فاتخذ وعده قال اليوم ولغيرهم، على خلي عملته اللي عملها في الجنة مش شوية. فدلاهما أبوانا عليهم السلام، يعني نسيا تحذير المولى ألا تقرب هذه الشجرة. هو دار بيهم دار بيهم، قال ملك لا يبلى، يعني خلود وملك لا يبلى. وما حكم اللي ما عندوش تجربة كبيرة حكاية الملك ولا يبلى والخلود لا موت، هذا ما عندهم تجربة، ونساو تحذيرات المولى لكلام ربي ما تفوتوش خاطر تفوت تشقى. هذا علاش الكرب أشقى الأشقياء، لأنه من يأمر به ربي ما فماش كي بني أمية، ما فماش الأصلح يكون أمير المؤمنين. الأفسق كيما الكلب ابن معاوية زياد، أنا لعنة الله على الظالمين، يقدم يصلي لأنه أمير المؤمنين، يصلي وهو سكران، يعني جاسر على المحراب وجاسر على سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. لحد الآن الكرب أغلبهم يحكم فيهم نعم هذا، وكيف ما تكونوا عليكم والله لا تقوم منكم قائمة إلا ما تروا للرب، لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فانتهوا انتهوا من التخريبات، وانتهوا من التبعيات، خاصة تبعيات ترامب. ماذا شو اليوم إيش يعني في علم النفس؟ هذا يأكل في ضربات حتى ينهد، لأنه طاغي طغيان متى إنسان يقول أنا الرب ولا أقول إلا الحق وما أريكم إلا ما أراه، وخربانه في داخلهم وخارجهم. في الداخل بلا صراعات، ما تنبي بسرور الحرب الأهلية، وفي الخارج أفسد قدر جهده جهد أحمق بلا العلاقات اللي تربطه بكثير من الدول، وعلاقته بنحن خاصة يعني يبغض نبوغ شديد. يعني قالك محال باش يدخل اي واحد عنده ريحه الاسلام للولايات المتحده، وهذا قليل من كثير، والناس تعرف هذا ولا مشاع، واذنوا به على السطوح. انا حتى اجهل الناس ولا يعرف ترامب ذا ماذا قال وماذا فعل، بئس هذا الفاعل. وهو سيت شاسي، il sera chassé de la maison noire, quelles que soient ses ruses, il sera abattu par n'importe quel moyen. Wassalam ala ahl al-islam.